السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب بالقناة. مقطعنا جديد عن الباتل فيلد 5 والأبديت اللي هو 5.0. شو الجديد وشو التغيرات اللي صارت؟ لو مش مشترك بالقناة فيك تساوي اشتراك الحين ولايك وشير مع الشباب، وأهلا وسهلا فيكم. طبعا أول شي بنبلش بحجم الأبديت. للبي سي حيكون الأبديت حجمه 17.14 جيجا، البيس 4 حيكون 11.5 جيجا، والاكس بوكس حيكون 11.9 جيجا بايت. والابديت طبعا بينزل يوم الاربعاء يوم 30 الشهر، بس انت حتقدر تلعب الابديت الجديد يوم الخميس حيكون 31 الشهر ان شاء الله. وبالبداية بحب خبركم انه هذا الابديت طبعا حيكون الابديت تبع الباسيفيك، وحيكون في خرائط جديدة واسلحة جديدة واليات جديدة واشياء جديدة كتير موجودة. كمان حيكون في تغيير على اليو اي والبناء، وفي عنا تغييرات كبيرة للصوت، وفي عندكم اوبشن للجندي حيكون التحركات تبعيته في لها اوبشنز اكتر، وطبعا في تغييرات على بعض الخرائط واكتر اكتر كمان هلا بنذكرهم خلال المقطع. واهم ما بيجي مع هذا الابديت على اللانش طبعا حيكون في خريطتين جداد، اول واحدة اسمها باسيفيك ستون والتانية اسمها ايون جيما. حيكون في عندكم أسلحة جديدة، أربع أسلحة حتكون موجودة مع الأبديت، يلي هو الام 1 جراند تايب 99 أريسكا، وتايب 100 والام 1919 A6. وخلال التايد أوف فور حيكون في كمان أسلحة جديدة نتعرف عليها، يلي هي أول واحد حيكون الام 3 جريسي جون، وفي النمبر تايب 2A وتايب 97 LMG، وآخر واحد اللي هو ام 1918 A2. وكمان بعض الأسلحة اللي بتفتحهم عن طريق الشابتر اللي حيجي، حيكون في سلاح اسمه الجنجل كاريبين والتايب 94 والموديل 27 سايد آرم. كمان هدلون يعني موجودين، انت بتقدر تساوي لهم انلوك خلال الشابتر اللي هو War in Pacific. والشي طبعا متحمسين له اللعيبة، حيكون في جيشين جداد اللي هو جيش الأمريكي والجيش الياباني، وفيك حيكون أسلحة أنت بتقدر تساوي لها بيك أب من الجيم أو من على أي ماب، يلي هو حيكون سلاح الكاتانا، وحيكون في الام 2 فليم ثرور اللي هو قاذف اللهب. ومن بعض الآليات الأرضية حيكون في الام 4 شيرمان تانك تايب 97 والال في تي وكي اي ام اي لايت اند بوشز تانك، وحيكون في الديني ال سي بي في ام بي جيب وتايب 95 ترانسبورت فايكل. وكمان الطائرات اللي حتنزل بالتحديث هذا حيكون في الـ F4U Cross Air، طبعا حتنزل على الفايتر وحتنزل بنوع البومبر، وفي طيارة تانية حتنزل اسمها الجابانيز زيرو، كمان حتنزل بالفايتر والبومبر، وحيكون في reinforcement جديد يلي هو الروكت باريج تانك، هي طبعا الشيرمان كاليوبي والشاي هاو، هدلون نوعين التانك اللي حيجوا مع reinforcement. وبننتقل للأسلحة، شو الجديد اللي حيكون موجود على الأسلحة؟ طبعا هاي خاصية كتير حلوة حتنزل حاليا، يلي هي انه انت بتقدر تساوي انسبكت للسلاح البرايمري والسيكندري ويبن يلي معك، يعني بتقدر انت تشوف السلاح بضلك ضاغط على زر الريلود اللي هو مربع، وهو بيساوي انسبكت للسلاح وبيشوفه مثل الألعاب التانية. بعض الاسلحات حيكون في السموك جرانيت يلي هي قنبلة الدخان، حيكون في عليها تغيير شوي على الرؤية تبعيتها، وحيكون في كمان فيكس او اصلاح لمشكلة كانت بعض اللاعبين وقت بيسووا ريفايف كان يضلوا ويسووا ريفايف بالبرايمري ويبن تبعيتهم السلاح الرئيسي بدل السيرنج الابرة. وكان في مشكلة بسلاح الـ RSC اللي هي وقت في سكن معينة انت بتكون حاطة على الجندي تبعك، ولما تساوي الريلود للسلاح ما كان يطلع الانيميشن كامل وكان في اخطاء، الحين صلحوها وما عاد في هاي المشكلة. وتاني سلاح اللي هو M1928A1، هذا السلاح كان في مثل خيال له انت وحاطت يعني للجريب تبعيته، وانت اصلا مش حاطط الجريب، الحين كمان هي ساووا لها فيكس وصلحوها. وكان في مشكله كمان صغيره احيانا كانت تطلع انه انت وقت تاخذ هيل كانت تطلع لك تبعيه الامو بدل الهيل، بس انت تاخذ هيل بتبع الامو، وكمان العكس انه وقت كنت تاخذ امو كان او تطلع لك تبع الهيل بدل تبعيه الامو، والحين هي كمان صلحوها.
وفي بعض الإصلاحات على الجرينيت لانشر، وكان حدا يساوي له دروب وانت تاخده ما كان يطلق، هي كمان سوى له تعديل. وطبعا الفلير جون المساحة تبعيته عدلوها وان جنرال يعني، وحتى الفايكل صارت الاريا تبعيت الفلير اكبر من اللي كانت حاليا موجودة. وتعديل على البنزر بوش 39 طبعا كان في بعض الأحيان وتطلق يطلع أكثر من طلقة مع بعض، الحين كمان عدلوها صارت ترجع طلقة طلقة. وأهم تعديل حيكون على الهيل أو صندوق الهيل، وقت ترمي كان يعطيك هيل 12 HP، حاليا صار حيعطيك 16 HP. وتحسين على الدمج، يعني وحد حدا يطلق عليك وانت ما تكون فيزبل للشخص هذا او تخبيت ورا جدار، حيكون هلا ما حيكون في دمج مثل ما كان قبل، حيكون في تعديل على الدمج من ورا الجدار او انه ما حيكون موجود. وتعديل على قنبلة النار، المساحة تبعها كانت 4 أمتار، الحين صارت 4.5. حتى الدمج في تغيير من 6.5 ثواني حتصير 7 ثواني لقنبلة النار. وكمان حلوا مشكلة انه وقت حدا يكون منبطح ورمى الكريت تبعيت الهيل او تبعيت الامو، كانت تنزل قبل تحت الارض، بس حاليا ساولا فيكس وصارت تطلع عادية. ومن بعض التحديثات اللي حصلت على الاسلحة بنذكر منها اول شيء الموديل 8، شافوا هن وقت الريلود تبعه وحجم المخزن بقى زادوا الريت اوف فاير تبعه مقارنة مع الار اس سي طبعا، والريت اوف فاير كانت 180 حاليا صارت 200، وكانت 200 لل 225 وتكون حاطت التخصيص اللي هو تريجر جوب. اما السلاح الثاني هو حيكون السومي، في تعديل على الـ Vertical Recoil، كان 0.72 حاليا صار 0.69 مقارنة مع التومي جن اللي هو M1928A1. والسلاح اللي بعده يلي هو بنذكره لويس جون، كمان في عليه تعديل صغير بالاكيوريت، طبعا حيكون في اختلاف حاليا عشان يكون في اختلاف بسيط بينه وبين البرين جون، حيكون في رفعوا الهوريزونتال ريكويل من 0.45 او 0.45 ل 0.48، وكمان في تعديل صغير على البراست فاير، كمان عدلوا الاكيوريسي تبعيته مقارنة مع الفولي اوتوماتيك ويبنز، يعني وتساوي انت البراست كانت تروح الاكيوريسي تبعيته، الحين عدلوا عليها. ومن بعض الاسلحة اللي كانت متأثرة بالبراست فاير اللي هو الام 1935 بي جي، كمان هيغيروا الهوريزونتال ريكويل من 0.3 ل 0.375 يعني 0.375. ولو انت عم تستعمل سبيشاليزيشن اللي هو البورتد بارل، كمان تعدلت عليها من 0.225 ل 0.3. وتعديل اخير بنذكره على الاسلحة اللي هي الفيزيبيليتي لاشارة البلس او الايم سايت تبعيت السلاح، صارت هلا اوضح وبتقدر تشوف اكتر، وخاصة بسلاح الام بي 28 كمان هيعدلوا على السايت تبعيتها اللي هي البلس تبعيتها، وقت انت تساوي ايم او انت من دون ما تساوي ايم مع الباك جراوندز اي باك جراوندز او اي خريطة موجودة. وبننتقل هلا للجنود او السولدرز، شو التعديلات اللي حصلت عليهم. اول شيء بنذكر كان في جليتش قبل ما تبدا الجيم بالبريلود، كنت تشوف بعض السولدرز او الجنود طالعين من نص الحجر او التضاريس تبعت الخريطه، هي هلا عدلوا عليها وسووا لها فيكس. وكان في مشكله تانية اللي هي كنت تشوف بعض اللاعبين مثلا عم يمشوا بس الانيميشن تبعيتهم كانوا كانه هو عم يسبح مثلا وهو ماشي على الارض، كمان هي عدلوا عليها. وكمان من بعض التعديلات، وقت يكون في منطقه فيها كثافه جنود او فيها جنود كتير او اشياء كتير عم تصير، كنت تشوف انت الانيميشن تبع بعض اللاعبين تكون فيري باد كواليتي، الحين زبطوها وعدلوا عليها. وكان في كمان مشكله تانية، بعض الاحيان انت وماشي تخبط مثلا بجندي ميت ما تقدر تمشي، لازم تطلع من فوق، كمان هي عدلوا عليها. وتعديل تاني طبعا، وقت اللي انت بتنصاب وتطلع الشاشة الحمراء انه دمك حيكون قليل، كانت بعض الاحيان حتى لو دمك رجع علي بتعلق الصورة على اللون الاحمر كأنك انت بعدك بدك هيل، هي كمان عدلوا عليها وما لازم تطلع حاليا. وصلحوا مشكلة الكاميرا، لو انت عم تفتح الباب وعم تساوي سوايب ويبن او تبدل سلاحك بنفس الوقت كان في اخطاء موجودة بالكاميرا، الحين كمان عدلوا عليها.
ومن بعض الأخطاء اللي كانت موجودة إنه وقت حدا يسوي لك ريفايف ويجي حدا يدعسك رود كيل كنت ترجع تموت وما تقدر تنزل بالجيم. حاليا ساووا له تعديل. وفي تعديل كمان على البايونت يلي هو وقت انت تركض وتضرب حدا بالحربة بصير اللاعب بطيء بعد البايونت. كان في بعض اللاعبين يعلقوا بهي السلو او هي البطء وما عاد تطلع منهم، حاليا عدلوا عليها. حتى احيانا وقت كنت تساوي بايونت كان تقدر تنط، حاليا كمان لغوها. وكمان تعديل سريع على الميلي وتكون حامل انت السلاح الميلي، ما عاد صار يبطئ الحركة تبعيتك اذا كنت عم تركض او يكنسل القفزة تبعيتك. وطبعا في تحسينات على الانيميشن، كان في كمان اخطاء بالانيميشن وتكون حامل اي ريفولفر. وكمان في تعديل على الانيميشن بشكل عام للجندي انت وعم تتسلق اشياء حجمها صغير مثلا مثل صخرة صغيرة او عمود او اي شيء، كمان كان في مشاكل حاليا عدلوا عليها. ومن بعض تعديلات الانيميشن طبعا وقت حدا يكون عم يساوي لك ريفايف ويكنسل، كان اللاعب بس حدا يساوي له ريفايف مرة تانية يعلق بالبوز اللي هو مثل حرف التي، حاليا هي كمان عدلوها. وفي تعديل كمان على السلايدينج اللي هو سلايدينج بيخيروك لو بدك انت الدبل تاب لحتى تساوي سلايد او كبسة واحدة ضغطة مرة واحدة، طبعا حاليا هي الدبل تاب. حتى الوقت بين السلايد الوحدة والثانية كان ثانية ونص، حاليا عدلوا عليها لثانيتين. وصار فيك تساوي ريفايف لو حدا موجود بالمي، بتقدر تساوي الريفايف حاليا. وكان في بعض الأحيان تقدر تساوي ريفايف للاعب وهو بنص الجو، حاليا هي عدلوا عليها وما تقدر تساوي الريفايف لأنه بعض الأحيان كان ينزل تحت الخريطة. وبننتقل هلأ للفايكلز الآليات وشو التعديلات اللي صارت عليها. طبعا هو في تعديلات كتير وشي كتير تغيرت، رح اترككم الرابط بالدسكريبشن تقدروا تشوفوا شو التعديلات. وهلأ بعطيكم بس الأشياء الهامة الرئيسية اللي صارت على الفايكلز. طبعا عندنا أول شيء الـ GU-88 الـ تحت الطيارة، طبعا حاليا صار يطلع الهيت ماركس اللي انت بتساويها وقت تساوي دمج للطيارات او للاشياء التانية. وتعديل هام كمان وقت انت تختار الطيارة اول الجيم، بعض اللاعبين كانوا ينزلوا من دون طيارة، حاليا عدلوا عليها وصرت تنزل سبون مع الطيارة. وفي تحسين على الانيميشن للثيرد بيرسون وقت انت تغير من مقعد لمقعد داخل الطيارة. وفي عنا الماونتد والكوكسيكال ماشين جون، كمان كان في عليهم تعديل جذري على الديزاين تبعهم، غيروا كتير اشياء فيهم وبالديزاين تبعيتهم. وبالطائرات كمان في تعديل على القنابل، صار في فترة علوا فترة القنابل، لو انت رميت قنبلة في وقت معين تقدر ترمي القنبلة اللي بعدها، بس كمان المساحة اللي صارت تساوي دامج للقنبلة هي كمان كبرت لك القنبلة خصوصي على الانفنتري. وفي تعديل طبعا حتحبوه كتير يلي هو على الانتي اير، سلاح الاي اي الوقت انت توقف عليه كان يصير اوفر هيت بسرعة، حاليا عدلوا على الاوفر هيت بحيث انك تقدر تنزل طيارة خلال فترة واحدة من دون ما يصير معك اوفر هيت. هاي طبعا بتساعد اللاعبين وبتحسن شوي من الجيم بلاي للباتل فيلد. وطبعا مثل ما خبرتكم في تعديلات كتير موجودة على الفايكلز، فيكن تشوفوها من الرابط الموجود بالدسكريبشنز. ومننتقل هلأ للخرائط والأطوار. أول شي في عنا خريطة أراس بالسكواد كونكويست، كان في عند علم الأي أو بوينت الأي كان في الأمو كريت كانت تنزل بشكل مقلوب، حاليا ساولا فيكس وعدلوا عليها. وفي شغله تانية بالبريك ثرو باراس، كمان عدلوا على السبون بوينتس للاعبين بحيث انهم ينزلوا بمناطق اللعب مش خارج منطقه اللعب. اما الخريطه الثانيه اللي هي السندان، في عليها بعض التعديلات اللي هي اول وحده كان في خطا بالري انفورسمنت كانت تصير فيها سواب بين الفريقين، حاليا عدلوا عليها. وفي بعض الشبابيك في البيوت ما كان اللاعب يقدر يروح من خلالها او يقفز من خلالها، حاليا كمان عدلوا عليها. وكمان كان في اخطاء مثل انه اللاعب يقدر يشوف عبر الصخور او عبر التضاريس جبال ويوقف، بيقدر يوقف فيهم يعني، حاليا كمان ساولا فيكس وعدلوا عليها. وبالبريك ثرو كان في مشكلة اللي هي بالسيكتور 3 و 4 اللي هو سيكتور الثالث والرابع، كان في خطأ وسواب بـ reinforcement vehicle، بقى كمان هلأ عدلوا على هاي.
وفي آخر شيء الكريت اللي هي الأمو كريت بعالم السي، حالياً اللاعب ما بيقدر يوقف داخلها، عدلوا عليها. أما خريطة ديفستيشن كمان كان عليها تعديلات. أول واحدة كان في عند عالم السي خلف البوك كيس، كان اللاعب يقدر ينط من فوق وينزل وراها، حاليا عدلوا عليها. وتعديل تاني عند عالم الاي اللي هي الريسابلاي ستيشن تبع الهيلث، كانت احيانا ما تطلع، الحين عدلوها وصارت تطلع موجودة يعني. وبخريطة فجل كمان في تعديل جديد يلي هو كان في بعض اللاعبين احيانا يطلعوا فوق الجبل، حاليا عدلوا عليها وما عاد يقدروا يطلعوا لفوق. وبننتقل لخريطة حمادة، كان في انتي اير موجود تحت الارض، كمان هاد كان في عليه مشاكل، حاليا شالوه من الخريطة. ونفس الشيء بخريطة روتردام، وكمان عدلوا على بعض المناطق عند العالم الاف، بحيث انه الطيارين احيانا كانوا يشوفوا في مشاكل بالجرافيكس موجودة تحت اللي هي عند عالم الاف مثل ما ذكرت، وعدلوا على هاي التضاريس. اما بخريطة ماريتا كانت في مشكلة انه اللاعبين كانوا يقدروا يطلعوا فوق الجبل، الحين عدلوا عليها. وكان في مشكلة تانية بالكونكويست بالسبون بوينتس، كانوا اللاعبين ينزلوا بعاد عن العلم، كمان هي عدلوا عليها. اما خريطة نارفيك كمان كان في تعديلات عليها، خاصة بالبريك ثرو، في تعديل على الرينفورسمنت الفايكلز، وقت كانت تنزل او يصير عليها سبون كانت تنزل برا منطقة القتال، حاليا عدلوا عليها بحيث انه تنزل بالخريطة نفسها. وفي كمان مشكلة كانت بآخر سيكتر، كان في فلوتينج أو مثل ريسابلاي ستيشن بتاخد منها السلاح، كانت مثل أنه طايرة، كمان هي حاليا عدلوا عليها. وعدلوا آخر شي بنارفيك على شي الباك دروب ارتيلري، بحيث أنه صار يطلع الانيميشن تبعيته الصحيحة. والبنزر ستورم الخريطة هي عدلوا على السبون بوينتس تبعيت التانكس، لأنه أحيانا وقت كنت تنزل على التانك كنت تضغط عليها ويطلع أنه هي بلوكت، ما تقدر تاخد التانك، يطلع لك no longer available. وبننتقل لخريطة بروفنس، كمان في الكنيسة صرت تقدر تدخل عن طريق النوافذ تبعيتها. والشي الثاني اللي عدلوا عليه اللي هي عند عالم البي، كان في نافذتين كان اللاعب يعلق فيهم، حاليا عدلوا عليهم. وكمان في تعديلات على خريطة روتردام، في ثلاث تعديلات. اول واحد انه احيانا وقت كان السكواد يطلب الريونفورسمنت تانك كانت ما تنزل التانك، حاليا هي عدلوا عليها. وطبعا البلايرز احيانا اللاعبين كانوا يعلقوا ببعض المناطق عند الريسابلاي ستيشن، حاليا كمان هي عدلوا عليها. وآخر شيء فوق البنايات في لاعبين كانوا يقدروا يطلعوا لفوق، حاليا حطوا انه هنن خارج منطقة اللعب وما بيقدروا يطلعوا يلعبوا من فوق. وآخر خريطة كان في تعديل عليها، طبعا كان في تعديلات كتير عليها، اللي هي Operations Underground، عدلوا على الفريم ريت تبعية الخريطة، وعدلوا على التكستشر كمان بالكورنر او بالزاوية اللي هي بعالم البي في الكونكويست. كمان عدلوا على القنابل الدخان، كان في بعض المناطق تقدر ترميها عبر الحيطان، حاليا كمان عدلوا عليها وسووا لها فيكس. وكان في مشاكل بالتانل، كان اللاعب وقت يكون بزاوية معينة ما يقدر يرجع يطلع ويعلق بالخريطة. وفي بعض المناطق كان اللاعب يعلق بالرفوف الموجودة داخل الأوبريشن أندرغراوند، حاليا كمان هي عدلوا عليها انه صار اللاعب يقدر يدخل ويطلع، كان قبل يفوت على المنطقة هاي وما يقدر يطلع. وكمان في الأضوية، وقت اللاعب بيضرب عليهم كانت تنفجر بس يضل طالع منها ضوء، كمان هي عدلوا عليها. وأصوات الـ V1 والـ JB2 كان أحيانا وقت تضرب الـ V1 أو الـ JB2 يطلع الصوت ويضل طالع الصوت طول اللعبة، حاليا هي عدلوا عليها. واشياء كتيرة عدلوا عليها في الأوبريشنز أندرغراوند، بتقدروا تشوفوه عن طريق الرابط الموجود في الديسكريبشن. أما التعديلات اللي حصلت على الأطوار، أول شيء طور البريك ثرو صار فيه هلأ أناوسر وقت حدا بياخد الأعلام، يعني صار في شخص يقول لقد استولينا على العلم وقت حدا ياخد العلم. وتاني شيء بالكومبايند آرمز، في مهمة اسمها بريدج هيد، فيها مشكلة كان وقت يصير توصل عند الاكستراكشن زون يكون في اوريدي انيميز، حاليا عدلوا وما عاد يطلع لك انيميز،
عشان تقدر تساوي وتعمر. وكمان ساووا تعديل بالكومبايند ارمز ببعض المناطق، وتكون انت موجود على فايكل او على استيشنري ويبن، عدلوا على الايم تبعيتهم. واخر شيء الجراند اوبريشنز، في تعديل على الاناونسر صوتهم، كان يطلع مرتين باخر الجولة بعض الاحيان، حاليا كمان عدلوا عليهم. وبنذكر على السريع تعديلات حصلت على السبكتيتر مود، لو انت فوت تتفرج على جيم وتصور، كمان هي عدلوا على بعض الاشياء، مثل لو انت عم تشوف طيارة عدلوا على المنظر تبعيتها تبع الثيرد بيرسون. وكمان عدلوا على بعض المشاكل كانت بالأوبريشن أندرغراوند، وقت انت تفوت على السبكتيتر مود كان صير في مشاكل وكراشز وطلعك من الجيم. ومننتقل للتعديلات اللي صارت على الأصوات، طبعا هي تعديلات كتير بس بذكر أهم النقاط اللي صارت. طبعا في تغيير أو في تعديل على أصوات الأسلحة القريبة والأسلحة وتسمع صوتها من بعيد، هي غيروا عليها. وكمان الشيء اللي مركز عليه أصوات الفوتستيبس تبعيت العدو وتبعيت الفريق تبعك والميكس بيناتهم، صاروا مهتمين أكتر أو بيطلع لك أو بتفرق الصوت أكتر، وبتعرف انت صوت خطوات العدو، ساوي له بريوريتايز عشان انت تعرفها وقت يكون في عدد كتير من المشاة جنبك. وفي تعديلات اكتر واكتر موجودة، رح مثل ما خبرتكم بالدسكريبشن موجود الرابط، بتقدروا تشوفوا شو صار اكتر على الاصوات. وطبعا في تعديلات تانية حصلت على اللعبة وما حاذكرها كلها، بس بذكر منها انه عدلوا على الاسايمنتس وعدلوا على ترتيبها، وصار في assignments جديدة، ودوك تاج ما كانت موجودة كمان هلأ عدلوا عليها وصرت تقدر تطلع الدوك تاج. وكمان على الميداليات كمان في تعديل على الميشنز تبعيتها. واخر شيء بنخبركم شو صار تعديلات لكل بلاتفورم او على كل منصة، في تعديل خصوصي صار عليهم. منبلش اول شيء مع منصة الكمبيوتر البي سي، طور الكومبايند ارم حاليا صار فيك تساوي تشات مع اللاعبين الموجودين معك. ثاني شيء عدلوا على مشكلة كانت موجودة بالسكرين شوت، لو انت عم تاخد سكرين شوت حاليا عدلوا عليها لو انت مفعل ال HDR. وثالث شيء موجود على البلايرز، اللاعبين حاليا بيقدروا يساووا انسبكت للسلاح تبعيتهم عن طريق زر الاي، يعني بتضغط زر الاي تضل كابسه بتقدر تساوي انسبكت، يعني بتشوف السلاح بتصير بتقلبه وبتشوفه. واخر شيء كمان في فصلوا السلايدنج، حاليا سوى سيبريت، صار زر مخصص للسلايدنج وزر مخصص انك تساوي كراوتش يلي هو زر الاكس، وطبعا هدلون ازرار الاي والاكس بتقدر تغيرهم من الاعدادات. اما منصة الاكس بوكس 1 حصل عليها تغيير، ومن هالتغييرات او الاصلاحات اللي صارت تحسين للجيم بادز اللي كانت تقطع الاتصال، وتاني شيء تحسين الكونكشن لاي اي لما تفوت انت على اللعبة بيطلع لك كونكتينج تو اي اي سيرفر، صارت احسن حاليا واسرع. واخر شيء عنا منصة البلاي ستيشن 4، في تعديل حصل على الكنترولر، في شيء كان اسمه سوايب كنترول، هي طبعا رجعوها اللي هي تستخدمها عن طريق الدول شوك 4 كنترولر تبعيت البلاي ستيشن. وكمان في كان مشكلة بالسيرتن او بعض السايتس تبعيت الاسلحة، كمان صووا عليه تغيير وعدلوا عليهم. وهلأ بالشابتر 5 طبعا نحنا موعودين بخريطة جديدة اسمها ويك ايلاند والبرايفت جيمز اللي هي كان اسمها الار اس بي، ان شاء الله حتنزل خلال شابتر 5 حسب ما هم خبرونا. وهيك بيكون انتهى الابديت الجديد، ولا تنسوا تقرأوا النوت باتش الموجودة في الديسكريبشن، لاني انا ما حطيت كل المعلومات اللي صارت. وطبعا هيك نكون وصلنا لنهاية المقطع، لو انتم مش مشتركين بالقناة فيكم تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك وتساووا شير، وشكرا لدعمكم. ولو في عندكم اي استفسارات او اي اسئلة فيكم تتواصلوا معي عن طريق السوشيال ميديا، التويتر والديسكورد، اي شيء موجود في الديسكريبشن تحت، او تكتبوا لي كومنتس وانا ان شاء الله بجاوب عليكم. وان شاء الله بنشوفكم بمقطع جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.